يحتفل العالم في 16 من سبتمبر من كل عام بيوم الأوزون العالمي، وهو اليوم الذي وقعت فيه أكثر من 197 دولة على بروتوكول مونتريال في العام 1987، والذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي للتخلص تدريجياً من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وشعار احتفالية عام 2019 هو 32 عاماً على البروتوكول وتعافي الأوزون. ويظهر أحدث تقييم عالمي لاستنفاد الأوزون تشافي الطبقة بمعدل 1 إلى 3% منذ عام 2000. وينبغي أن ندعم تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، حيث يمكن ذلك التعديل تجنب ارتفاع درجة الحرارة عالميا بمقدار 0.4 مع حلول نهاية هذا القرن. فلنواصل العمل معا لشفاء طبقة الأوزون.